هو كمان اورجان ليه زي ما قلنا، يعني اسم سيكرون جنريتور او تنظيمه للمعنى واحد، على اساس انها بتستخدم في خطوات توليد الكهرباء وتوليد التوليد الكارنت اللي هو الاي سي. السنكرونس ماشين وهي شغاله جنريتور تقدر تشتغل بطريقتين او في حالتين، بلاش في حالتين. الحاله الاولى انها تغذي لود منفصل، يعني جنريتور يتوصل على لود هو لوحده زي كده، ما انت في معمل وتشغل سنكرونس جنريتور وتحط لها مقاومه لود كوندكتيف كاباستيف اي لود بتوصله لموتور تاني اي حاجه. المهم ان المكنه بتشتغل لوحدها، فبنسميها ستاند لود او بنسميها سيبريت لود او بنسميها ايزوليتد لود، لود منفصل لود منعزل. في الحاله دي بتحل المسائل كانك بتحل مساله سيرفو. الجنريتور بتاعك كانه هو السورس كهرباء بطاريه اي سي سورس، فانت بتحل بالفيز، فبتيجي تعمل المكنه بتاعتك الجنريتور اهي دي الاي سي جنريتور ليها فيلد، الفيلد ده دي سي بيمشي في تيار الباي فيلد، ده دي سي بيولد فلاكس، فلاكس بيولد دي بيلف هنا سميناها هي اف. بعد كده المكنه ليها ريزيستنس وليها ريزيستنس، الريزيستنس دي اتكلمنا عليها في الحلقات اللي قبل كده، وهي مجموع حاجتين الليكج والسنكرونس والارمش ريكشن، وسميناها سنكرونس اكس اس وار اي. طبعا دي لما تحلها في المساله تحط جي، وبعدين تحط اللود بتاعك في اي حته في البيت. الفولت اللي هنا سميناها في مثل الفولتج في، اللود ده زد لود، دي سميناها على بعضيها ار زائد جي اس اس سميناها زد اس، وقلنا ان انا عندي مساله سيركت عاديه. عايز تجيب الفولت بي بدلاله اي، طبعا في بالك برضه زاوية في برضه زاوية. عادة احنا بناخد في زاويته صفر، وإي بنسمي زاويته تاني، زاوية بين إي وبي بنسميها تاني. فبقول إن لو عايز أطلع في هيبقى بيساوي إي على الإمبيدنس زد إس زائد زد دوت، ده يفعل التيار كده، أنت حسبت التيار إي على الإمبيدنس اللي يطلع برضه زد إم يطلع لك الفولت على اللي هو سميناه الفولت شفايد. تحلها مساله عاديه، وشفنا ان اللود اللي هنا لو كان ريزيستنت او كوندكتيف لود فالفي بتبقى اقل من الاي. الفرق بين الفي والاي سميناه ريجوليشن، فولتج ريجوليشن، وقلنا عليه بسنتج فولتج ريجوليشن هو اي اف ناقص في على في في مين ماجنتيود بتاعك بس من غير زوايا، ده سميناه الفولتج ريجوليشن. ولقينا ان الفي اصغر من الاي فالريجوليشن بيطلع موجب في حاله الريزيستيف لود والاندكتيف لود. الكباستيف لود ممكن يطلع موجب او يطلع صفر او يطلع سالب. ليه؟ لان الفولت ده او اللود ده كباستيف، فالفولت في ممكن يطلع اكبر من اي، وكانوا رسموا العلاقه بين الفي والاي، الفي سوري واللود اللي هو اي لود يعني تيار اللود. فبتتحكم السيستم بتطلع بتقل شويه كده، في الاندكتر بتقل قوي، في الكباستر ممكن بتزيد بالشكل ده. ودي تجربه بتعملوها في المعمل، مش عارفه محطوها ولا لسه، لكن المهم انها مساله سيركت عاديه، بتتحل كانها مساله سيركت عاديه. ده الجزء الاولاني اللي هو هنا اهو، الجزء ده كده كده بس نزلت من القوانين السيركت العاديه. عايز تجيب التيار فوق الاي على الامبيدنس الكليه، عايز تجيب الفولت يبقى الفولت فايد يكون اخر التيار بتضرب زد، الكلام ده كانها مساله سيركت مفيش فيها مشكله. وده المعنيات اللي قلنا عليها في الكونتاكتيف والكباستيف والريزيستيف لود. عرفنا الفولت ريجوليشن هو التغير في الفولت، السبيد ريجوليشن هو التغير في السبيد، اي حاجه اسمها ريجوليشن يبقى الحاله بتاعت النو لود شوفها كانت كام، بقت في اللود كام، وتكسبها للود. دي بنسميها ريجوليشن، تغير في الجهد ب
بين حد المولود وحد المولود. طب حد المولود الفولت هو ايه؟ فبدل ما اكتب في مولود كتبت ايه؟ لكن القانون الصح هو في مولود ناقص في مولود على في مولود. في مولود هي ايه؟ وبالتالي بقول ايه ناقص في على في؟ في 100 يطلع لي فولت جنريشن. الفولت جنريشن ما حدش قال انه اقصى حد ليه 100% ولا 50% ولا 30% ولا 70% ولا 500% زي ما حسب المولود. ممكن يبقى صغير، ممكن يبقى كبير، ممكن يعدي 100%، 300%، أي حاجة. فده مش زي الإفشنسي. الإفشنسي هي اللي ما تزيدش عن 100%، مفيش كفاءة تزيد عن 100%. لو قلت أيديال عملت اللوسس تبقى 100%، أقل غير كده تبقى أقل. لكن الريليشن ملوش قاعدة، ما بنامش. يطلع موجب، يطلع سالب، ممكن. ممكن يطلع سالب، ممكن يزيد شوية مع التحليل. فممكن يصادف إن دي قد إيه. يطلع الريليشن صفر اللي هي زيرو ريليشن. عملنا مثال برضه في عندي بسرعه على الموضوع اللي فات عشان نكمل. عملنا مثال خدنا حالتين، حاله ريزيستد داكت فلو 3 زائد جي 4 وحاله كباست فلو 3 ناقص جي 4 وحسبنا قوانين سيركت عاديه. كنا مثلا سيركت ما فيهاش اي حاجه في الماشين اكتر من ان انت بتحسب. فحسبنا طلع في الحاله الاولى الريجوليشن 17% موجب الفولت في اقل ماجنتيود اقل من اي. اي في المثال ده مثلا كانت الاي بتاعتي بتهيألي 1800 ده بالفيز. كل شغلنا بالفيز. انتبهت الملحوظه اللي قلناها من المره اللي فاتت. كل شغلنا بتشتغل بالفيز المسائل بالانس 3 فيز فيكفيك تشتغل بالفيز. طب القيم دي كلها بالفيز يعني. فالاي بتهيألي 1905 حسبت الفي في الحاله الاولى طلعت 1700 في 1619 يعني انخفض من 1900 الفيز فولتج المولود الى 1600 لما حولت. ده في حاله الانداكت المولود. بينما في الكباسيتي بلود زاد بدل من 1900 بقى 2200. يعني انت المكنه مولده 1900 لكن اللي خدته على اطراف اللود 2200 ينفع طيب لان ده متجاهل الجمع يعني بتطرح البلوك وبتجمع البلوك. هنا طبعا بتطرح البلوك بالاي تشيل منها البلوك يطلع فيه. البلوك ممكن تطرح بالسالب في الاي سي في الفيكتور يعني تطرح ويزيد. مفيش مشكله ابدا في الماجنتيود. فهنا طلع الريليشن نيجاتيف ناقص 13%. ده مثال. خدنا حاجه اسمها بواتيه الهاند مش موضوعنا دلوقتي. مش عايزين نقول فيها لكن يعني موضوعها ان دي مهمه كتير في الامتحانات. مسألة كاملة. بعد كده البوتيت رانك طريقة عشان نطلع بيها اكس ارج مشروحة بالتفصيل وبالخطوات والمسألة وبالرسم. وانا مديهولك باور بوينت يعني هتشوف الفيديو هتلاقيه اللي مش شايفه هتلاقيه واضح جدا خطوة خطوة بنشرح ازاي عمل بالصوت والصوت. عشان تسمع لازم تحمله على الجهاز بتاعك. لما بقعد لك ده ما بقعد لك صوت وصوت عشان تسمع لازم تحمله على الجهاز اولا وبعدين تبتدي تتفرج. الجزء الثاني بقى اللي يهمني موضوع النهارده اللي هو الماشين الحاله الثانيه ايه؟ انها تشتغل مع انفينيت باس. يعني ايه؟ يعني انا عندي شبكه توصيل الكهرباء موجوده اوريدي وعايز اضيف لها محطه توليد كهرباء فيها 10 ماكينات شغالين مطلعين فولت وباور وكل وبعدين اللود زاد فعايز ادخل كمان ماكينه. دي بسميها ان انا بشغل الماشين متوصله على باس باور او انفينيت باس باور. انفينيت لان دخول اي مكنه جديده لا هتغير الفولت ولا هتغير الفريكونسي. يعني انا عندي شبكه الكهرباء الجهاز وشبكه الكهرباء 220 فولت فيز 380 اللاين 50 هرتز. جبت مكنه في المعمل وشغلتها معاها دخلتها مع الشبكه بتساعد بتدي باور زياده او بتاخد الباور اللي بتشتغل منه زي ما هنشوف ممكن. لكن المهم في المرحله الاولى ان انا عايز ادخل جنريتور مع شبكه فده بسميه الترنيتور هو سينكرونس جنريتور كونكتد تو انفينيت باس. الباس باور اللي هو الضمان النحاس اللي جاي من شركه الكهرباء اللي بيبقى عليهم الفرق بس اللي هو باس باور. طب ليه اسمهم انفينيت؟ لان دخول اي مكنه جديده معاهم او تشيل منهم لا هيأثر على الفولت ولا على الفريكونسي. يعني الفولت والفريكونسي بتاعتهم ثابتين
كده بيسموه ايفر بس. او ساعات يقول لك كونكتد ماشين تو جريد، ودي برضه تجربه هتعملوها في المعمل، ليها خطوات وتشوفها حلوه تبني جريد. انت عندك الباسبار ثلاث اطراف A و B و C، وعندك المكنه طالع منهم ثلاث اطراف A و B و C، عايز توصلهم مع بعض، فبتوصل سكينه بينهم، بتحقق شروط هنتكلم عنها دلوقتي بسميها السينكرونايزيشن. عمليه بتتم السينكرونايزيشن ان انا اظبط المكنه عشان تشتغل مع الباسبار. طب ايه هي شروط السينكرونايزيشن دي؟ فكلمة synchronization أولا، لما نتكلم عن كلمة كمعنى كده يمشي من ورا كده يمشي من ورا. كلمة synchronization معناها تشغيل synchronous machine مع infinite bus، توصل synchronous machine مع infinite bus دي بسميها عملية synchronization. دي الماشين وده الباسبار وبينهم سويتش، عايز اقفل السويتش ده عشان اوصل المكنة مع الباسبار. ايه هي شروط؟ يبقى synchronization نفسه كلمة synchronization معناها توصيل synchronous generator مع افرن باص، دي الكلمه. لكن ليها شروط، ايه هي شروط السينكرونايزيشن؟ الاربع شروط اللي قدامنا، اولا كلهم حاجات بالعقل، لازم يكون لهم سيمبل، ما تنفعش تقفل سكينه بين حاجتين الفولت بتاعهم مختلف، والا هتبقى عملت شورت سيركت على فرق جهد عالي في اي شويه كبير جدا ممكن يسموه. فلازم عشان تقفل السويتش يكون الفولت هنا زي الفولت هنا، عشان السويتش ده شورت سيركت زيرو، فما تقدرش توصل فولتين مختلفين مقاومه صفر هنا. فلازم الفولت ده يبقى زي الفولت. طب هل يكفي الفولت ماجنتيود؟ لا، ماجنتيود وانجل. صح؟ طب ماجنتيود وانجل زي الماجنتيود وانجل. ينفع الفريكونسي تبقى مختلفة؟ لا، لازم الاثنين اللي هم نفس السيم فريكونسي. يبقى أول حاجة زي سيم فولتج، ده من ناحية الماجنتيود. تاني حاجة زي سيم فريكونسي، ده من ناحية ال 50 هرتز مع 50 هرتز، 60 هرتز مع 60 هرتز، ما ينفعش تحط مختلف، لازم سيم فريكونسي. نمرة ثلاثة ذا سيم فيز، الزاوية تبقى ذا سيم، مش كده وبس، ذا سيم سيكونس. مش كفاية إنك تخلي فيز A زي A وB زي B وC زي C، وبعدين تيجي توصل A بA وB تبقى توصله بC وC توصله بB. لا، لازم يبقى ذا سيم سيكونس، A بC مع A بC. أنت عندك أسلاك مش مكتوب عليها A وB وC. الأسلاك جاي لك ثلاث أسلاك كده، آه لهم ألوان، والمكنة طالع منها أسلاك. اللي يضمن لي إن الفيز ده هو A وده B وده C. لازم الثلاثة يبقوا زي بعض. لو سبت A مظبوط وB وC بدلتهم ده يبقى اسمه السيكونس مش مظبوط، رونج سيكونس. فلازم ذا سيم سيكونس، يعني الترتيب بتاع الفيزز هم نفس ترتيب الباسبار. يبقى أربع شروط، ذا سيم فولتج كماجنتيود، ذا سيم فريكونسي، ذا سيم فيز، وذا سيم سيكونس. الفيز يمكن مش واضحة أوي النهاردة، خفيف كده لكن مهم، مكتوب ذا سيم فيز وبعدين ذا سيم سيكونس، فهمناهم؟ ودول اللي انت بتتاكد منهم في المعمل، والتجربه دي بنعملها في المعمل. ذا سيم فولتج تجيبها ازاي؟ بفولت ميتر، تحط فولت ميتر هنا وفولت ميتر هنا، وتقعد تظبط في الفيلد بتاع المكنه لغايه ما الفولت ده هتنولو وهي شغاله تنولو، اللي هو الاي يعني الاي بتاع المكنه يبقى قد الفولت بتاع المصدر، الفولت ميتر ده قد ده اصلا. ذا سيم فريكونسي، انا عارف الكهرباء جايه من شركه الكهرباء 50 هرتز، وعارف المكنه دي 4 فولت مثلا في المعمل، يبقى لازم ادورها ب 1500 ار بي ام عشان لما اتعوض في القانون بتاع اف بتساوي بي في ام على 120 يطلع لك 50. يبقى انت بعد ده سرعه وتقعد تظبط السرعه لغايه ما تبقى 1500. في عندنا في المعمل ده سرعه، او في حاجه بيسموها ستروب سكوب، جهاز بيديك نمطات كده
وبعمل علامة على الشفط بتاعي. العلامة دي لو بقت ثابتة، عينك شايفاها ثابتة، معناها إنها لفت ورجعت في مكانها، لفت ورجعت في مكانها، هو بينور ويطفي. لو ما بترجعش في مكانها هتتهيألك إنها بتلف. مش هتلف طبعا بسرعة اللي هي لفت منسوبية، لا هتلف كأنها بتلف ببطء، لأن هي بتنور أول مرة بتشوفها هنا، بعد شوية بتكون لفت لفة واتحركت زيادة، بتشوفها كأنها ماشية. فتقعد أنت تظبط في السرعة لغاية ما الخط ده يبان لك إنه ثابت. اما بعد انه ثابت يبقى دي كده الفريكوانسي بقى 1500 زي الجهاز الستوب ده بقى 1500 و4 دول ب 50 هرتز، هنا 50 هرتز وهنا 50 هرتز، يبقى انا ربطت الفريكوانسي الاساسي. طبعا انا بظبط الفريكوانسي الاول لان السرعه بتاثر على الفولت، يعني ما تظبطش الفولت وبعدين تظبط الفريكوانسي تلاقي انك غيرت السرعه فهيتغير الفولت تاني. فاسهل اظبط الفريكوانسي الاول انك تظبط السرعه. بعد ما ظبطت السرعه اظبط الفولت بالتيم. ضمنت واحد واثنين، يفضل ذا سيم فيز وذا سيم سيكونس. في جهاز بيسموه السلوب سكوب اللي موجود قدامنا، ما اعتقدش هتعرف المعلومه ما عندناش المعلومه، لكن موجود في محطات توليد الكهرباء السلوب سكوب. فده جهاز بيبقى مكتوب فيه في النص زيرو وشمال مكتوب فاست ويمين مكتوب سلو. فلو لقيت المؤشر ناحيه الفاست فبتبطا السرعه شويه لغايه ما يرجع للزيرو، لقيته سلو بتزود السرعه شويه لغايه ما يرجع للزيرو. ده بيتوصل عليه ثلاثه فيز، بيتوصل عليه من الناحيه الثانيه الثلاث فيز بتوع المكنه والثلاثه فيز بتوع البصمه. طب لو السيكونس غلط اصلا، لو السيكونس غلط هتلاقيه المؤشر ده بيلف على طول. يبقى لو المؤشر بيلف يبقى ده السيكونس غلط، بدل اي فيزتين اي طرفين تبدله يظبط السيكونس. بعد ما ظبطت السيكونس عشان تظبط الفيز بالظبط وتخليه يجي على الوضع السليم. ما عندناش في المعمل، طب بنعمل ايه في المعمل؟ بنعمل طريقه ثانيه بنسميها، هم في طريقتين اسمها الرايت. اقتربت صلاة العصر. في المعمل بتكون كالعاده بجيب ثلاث لمبات، لمبه عاديه. بوصل واحده منهم انا متوقع ان دول الفيز بتوعي، ثلاثه فيز اهو. وادي ثلاثة فيز اليونت A B و C، دول اطراف المكنه اللي انا مفترض انهم A و B و C. دول بتوع المصباح اليون كابتن، دول بتوع المكنه اليون سويتش. وهتقفل السويتش. هتعمل ايه قبل ما تقفل السويتش؟ هتحط كمبيوتر تظبط الفولت وتظبط السرعه، وبعدين هتوصل ثلاث لمبات. اللمبه الاولى هتوصلها من A و A دي لا، وهجيب لمبه توصلها بين. طب خلينا الاول في الطريقه المباشره واقول لك ايه نوع المعدل. اللمبه الثانيه المفروض انك توصلها بين بي وبي والثالثه بين سي وسي. انت عندك ثلاث فيز دول الاي والبي والسي بتوع البصات، دول السايد بين بيمثلهم بفكره بيدفعوا بسرعه. وعندك الثلاثة فيز بتوع المشين سمول A وسمول B وسمول C، وجبت لمبة وصلتها هنا ولمبة وصلتها هنا ولمبة وصلتها هنا. ايه اللي هيحصل؟ الفيكتور ده بيلف وده بيلف، كلهم بيلفوا بنفس السرعة بالظبط. لكن اللي بيحصل مهما ظبطت ايدك بيبقى فيه فرق في السرعة وأركانها بسيطة. فهتلاقي ان واحد فيهم اسرع من الثاني، فهتيجي لحظة اللمبه تطلع فيه ولمبه تطلع فيه ولمبه تطلع فيه. يبقى دي اللحظه اللي ظبطت فيها ذا سيم سيكونس اي بي سي مظبوط وظبطت فيها الفيز. اقفل السويتش. يبقى هي دي الطريقه اللي بيسموها دارك لامب ميثود، لما تطلق اللمبات الثلاثه يطفوا في وقت واحد. عيبها ايه؟ اولا قبل عيب. طب لو السيكونس غلط؟ لو السيكونس غلط انت متصمم انك توصل A ب A و B ب B و C ب C، لكن انت في الواقع موصل B C B بتاع الباسبور C و C B. انت فاكرهم B و C لكن هم مش، هو غلط السيكونس غلط. فهتلاقي ان الثلاث لمبات هم يطفوا مع بعض، واحده تطفي واثنين مولعين، الثانيه تطفي الثلاث اثنين ثانيين مولعين، وهكذا. ده السيكونس غلط في الطريقه دي اللي هي الدارك لامب ميثود.
فيها الثلاثة مطفيين وقفل السويتش. لو لقيتهم بينوروا لخبطين واحدة طفل واثنين منورين واحدة تنور واثنين متطفيين يبقى في الحالة دي السيكونس بتاعها غلط. بدل أي فستان، ولو بدلت أي فستان ناحية الباسبار أو ناحية المكنة أي سيكونس تبدله حتى يتصرف. يبقى ظبطت السيكونس ولقيت اللحظة اللي فيها ثلاثة مطفيين اقفل السويتش. طب الطريقة حلوة يا كويس؟ لا، عيبها الآتي: إنك الفقرة اللي الطفل فيها اللمبة تبقى فترة كبيرة. ليه؟ أنت عشان تجيب لمبة لو أنت عندك الفولت 220 فولت فيز، فلو هتوصل اللمبات دي لازم تجيب اللمبة ل 440 فولت، تشيل 440 فولت. ليه؟ لأن في لحظات بيبقوا الاثنين فيز عكس بعضهم، فتبقى شايلة ضعف الفولت فتتحرك، فلازم تجيب لمبة ل 440 فولت. اللمبة ل 440 فولت دي لما تحط عليها 40 50 فولت هتشوفها مطفية، لأن الفولت واطي. فاللي هيحصل في منطقة كبيرة لما يقربوا من بعض هتطفي اللمبة، مش هتعرف فين اللحظة اللي بالظبط انضبطت فيها. دي عيب الطريقة دي، انك مش هتقدر تحدد بالظبط اللحظة اللي طفت فيها اللمبة. فبنعمل ايه؟ ما بنستخدمش الطريقة دي. الطريقة دي مش هتقرب بس لعين الشيء. أمال بنعمل ايه؟ لا، بوصل ايه ايه؟ وبعدين اجي للمنطقة الثانية اللي هي بيو سي، اوصل بي بسي بي اوصلها بسي. انا متعمد بسي اوصله ببي. يبقى عندي ده ثلاثه فيز بتوعي اي وبي وسي وال هول والاصفار، والثلاثه فيز بتوع الماشين اللي هم البوتل دول. وانت موصل لمبه بالاي وبي صح؟ موصل لمبه بالبي وسي. انت متعمد هتوصل لمبه بالبي وسي ولمبه بالسي وبي. ايه اللي هيحصل لو السيكونس مظبوط؟ هتلاقي اللمبه دي هتبتدي تطفي، بس اللمبتين دول هيبقوا منورين، بس الانوار مش متطابقين بالظبط، فهتلاقي ان ايه طفت وبي وسي واحده منوره عالي والتانيه منوره اقل شويه، لان الفولت اللي هنا فالفولت ده كده فالفولت ده، لكن بيقربوا من بعض، يعني المنوره جامد بتهدى والمطفيه شويه بتولع. اللحظه اللي تلاقي فيها اللمبه دي مطفيه واللمبتين دول منورين بنفس شده الاصداره تقريبا بعينك، يعني بنفس شده الاصداره تقفل السويتش. واضح؟ طب لو هي طفت بس دول لسه واحده منوره جامد واحده منوره قليل، هتستنى لغايه لما دي مطفيه هتكون مطفيه تدفي وقت من اول هنا لغايه لما ترجع هنا، وبعدين الاثنين دول ما بيلفوش بسرعه، هم بيلفوا تقريبا بنفس السرعه، يعني الفرق بينهم بسيط قوي، فبتاخد وقت، يعني بتشوفها بعينك بتحسها تاخد لها كذا ثانيه مطفيه، والاثنين دول بينوروا، واحده منوره جامد واحده منوره قليله، المنوره جامد بتقل، المنوره قليله بتعلى، لما يبقوا تقريبا بعينك قد بعض بتبقى في السويتش. الطريقه دي بنسميها البرايت لام اسمه. طب لو السيكونس كان خطا، يعني انت موصل سي على التهجين بتاعت الباسبار وبي على الكاسي، فكانك موصل الثلاثه ببعض، يبقى انت موصل بي بتاعت الباسبار على الكاسي وسي على التهجين، فكانك حاطط طرف بينهم طرف بينهم. فايه اللي هيحصل؟ الثلاثه هيجوطوا مع بعض ويفضلوا حته مع بعض، يبقى ده السيكونس خطا. يبقى لو في الطريقه دي اللي هي البرايت لامب ميسك اللي احنا بنعملها في المعمل، لقيت الثلاث لمبات بيطفوا والثلاثه بينوروا مع بعض، ما تقولش دي الطريقه اللي هي الاولانيه، لا خلاص انت اصلا بدلت اللمبات. موصل واحد اي اي وبي سي سي بي، يبقى انت منتظر واحد يطفي، مش اي واحد، اي يطفي اللي هو واصل بنفسه، والاثنين التانيين نوروا بنفس شده الاصدار. لكن لو لقيت الثلاثه بينوروا الثلاثه بيطفوا يبقى السيكونس خطا. وقف التجربه، فش سويتش، فك اي طرفين من على المفتاح السويتش، الطرفين من على الباسبار، الطرفين بتوع المكنه، تبدل اي سكتين بس هتلاقي تحقق الشرط بتاعك اللي هو ايه؟ ضمان فصيل سيكونس. يبقى السيكونس بقى مظبوط، فاضل اللحظه اللي فيها الفيز من طبق الفيز. استنى لما لمبه واحد تطفي ولمبه اثنين وثلاثه اللي هم بي وسي، لمبتين تانيين ينوروا بنفس شده الاصدار، هي دي اللحظة المظبوطة تبقى قافل السويتش. التجربة بتعملوها في المعمل وبتدخلوا المكنة على المسار.
دي اخر محاضره المره اللي فاتت، اتكلمنا على جزء صغير قبل ما نرجع له تاني اللي هو حساب التورك في حاله اهمال الريزيستنس. لقينا ان التورك بيطلع ثابت في سايد دلتا. دلتا دي الزاويه اللي بين اي وفي، قيمته نقول بقى المره العمليه اثبات المطار البسيط. انا بحسب الالكتريك باور، الالكتريك باور 3 في اي كوزاين فار، 3 في اي كوزاين الزاويه بينهم هي فار، الزاويه بين الفولت والتيار سنه فار. فانا رسمت الالكتريك كالوت دايجرام بتاع الجنريتور في حاله اهمال باور، يبقى انت المفروض اي ار ده كده هعمل عليه اي اس، مفيش اي ار يبقى اي اس عندي، يبقى ده اي اي اكس اس جي اي اكس اس بتوصل كده ان ده هي وده هي ودي الزاويه هنا. جاء عمل ايه؟ جاء خد المصدر ده حسبه للمثلث الصغير ده وبالمثلث الكبير الزاويه دي فار، يبقى الزاويه اللي وصلها هنا دي فار. لما تبدا على الصحاب كده هياخد تشابه المثلثين دول، الزاويه دي قد الزاويه دي ودي قايمة، دي قايمة يبقى التالتة أخد التالتة، وبالتالي الزاوية اللي فوق دي فار، وبالتالي الضلع ده لو جبته من هنا هيطلع لك أي إيه؟ إكس إس كوساين فار، بينما لو جبته من المثلث الكبير ده هيطلع لك نفس الضلع إي إي ساين دلتا. تعال بقى أوضح الباور، الباور بتساوي 3 في في، لو عايز تكسب الفيس شيل الثلاثه، عايز تسيب الفيس واي اي كوزاين فاي، شيل اي اي كوزاين فاي اللي هي دي، حط مكانها اي ساين دلتا على اكس، تطلع لي المعادله 3 في في اي اف طبعا مستحيل ساين دلتا على اكس اس. ده الاثبات بتاعك، اثبات سهل لو ما فيش اي حاجه، بيطلع في مقدار ماكسيموم دي اكبر باور ممكن بي ماكس. امتى؟ لما دلتا تبقى 90 درجة. مظبوط؟ فلما عدت هتطلع البي بتساوي ماكسيموم ساين دلتا. طيب ده الالكتريك باور اللي هو الاوت بتاع الشتانين. طب الانبوت قد ليه؟ لان انت قفلت الريزيستنس والدروب اللي بيحصل في الريزيستنس. فلو قفلت الريزيستنس يبقى الانبوت تقريبا قد الاوت. وبالتالي لو انت عايز تطلع التورك خد المفروض التورك بقى بيساوي الانبوت ده الجنريتور، تاخد الانبوت باور على اوميجا. طب ما الانبوت قلنا تقريبا قد الاوت، يبقى لو قسمت ده على اوميجا يطلع لك التورك، فيطلع لك ان التورك بيساوي بي ماكسيموم على اوميجا اللي احنا سميناها تي ماكسيموم ساين دلتا. عشان كده دلتا دي بيسموها الباور انجل او التورك انجل. هي ايه؟ هي الزاويه بين الجي والاي. لو تفتكروا في المحاضره اللي فاتت هنا اللي حضرها 4 باين ولا 5، المهم كنا اتكلمنا على الدلتا وقلنا ده بيبقى في الجنريتور دلتا موجبه وفي الموتور دلتا سالبه، ده يبان لك المعادله. لما تحط دلتا موجبه يطلع لك الالكتريك باور موجبه، يعني ده جنريتور بيدي الالكتريك باور. لما تحط دلتا سالبه سايد سالب سالب سايد ناقص 30 بناقص ساين 30 يطلع لك الالكتريك باور سالبه، وبالتالي يبقى ده حاله الموتور. الالكتريك باور اللي طالع منه سالب، يعني بياخد الالكتريك باور وبيدي. لو رسمت العلاقه دي تطلع لي علاقه بالشكل ساين دي. دي دلتا ودي الباور او الباور. فبتلاقي من زيرو الى زائد 90 المكنه شغاله جدليه. هتقول لي لا ده محتاج كاونتر من بتاع المنطقه دي بنسميها مان ستيل. اقول لك حاجه جميله. ومن زيرو لناقص 90 المكنه شغاله اللي هي برضه المنطقه دي مان ستيل. يعني ايه مان ستيل؟ يعني المكنه ما تقدرش تشتغل في النقطه دي. هي نظري موجوده لكن عملي ما تنفعش تطلع اوت اوف ستيل. ليه؟ انت لما بتزود خلينا في الموضوع عشان تتخيلها اسهل. تزود الحمل على الموتور الفي والاي بتكبر الزاويه بينهم، فتكبر دلتا فيزيد الانبوت
بره من داخلها عشان يعوض الاوت القاضي. لما توصل 90 اي زياده في الحمل بعد كده هتزيد الدلتا هتكبر عن 90 اللي هي المنطقه دي، لكن البار دي مش هتزيد، البار دي هيخليها ايه؟ هتقل. فبدل ما المكنه هتديك بار عشان تعوض الطول اللي انت خدته مش قادر تطلع بار، هتفضل دلتا تكبر لغايه ما توصل ل 180 وتوقف المكنه. اوكي؟ ده بالنسبه للمشي. عشان كده المنطقه بعد ال 90 في الجنريتور ده في حاله اهمال البار. هنشوف دلوقتي حالا بقى في حاله البار اللي هتبتديها دلوقتي انك لما تدخل الار الزاويه تبقى اقل كمان من 90 حاجه و80 ممكن يحصل عليها او يحصل. طيب ايه موضوعنا بقى النهارده؟ ده اللي احنا قلناه المحاضره اللي فاتت، حته الستابيلتي ليميت اللي هو بعد 90 تبدا بتساوي 90 بالستابيلتي زي ما قلنا الستابيلتي ليميت قبل ما كانت تبقى ستيبل بعد ما كانت ستيبل. ركزوا بقى لو سمحتوا في موضوع النهارده يعني محدش يكتب، هنعيد الكلام كذا مره. ف لان ده موضوع مهم مش سر عليه مساله. تيجي عليه مساله كده كمل واحده. الحته دي هي مساله. وبعدين عملنا مسائل ام سي كيو نفت. متخيل ما ينفعش؟ لا طلع نفت. مساله ام سي كيو في الجزء ده ولسه. نبدا بقى لو عندك مكنه شغاله على انفوت باس يبقى الموضوع ده بس للمكنه اللي بتبقى شغاله على انفوت باس. جبت لك مكنه على سيرت لو ما حدش كلمها في الدايجرام. ده بنسميه الكتريكال لود دايجرام اللي هو الفيز دايجرام السنكرونس ماشين اون انفنت باس. واضحه؟ يبقى لو جات لك مساله فيها ار وال او ار وسي او اي حاجه لود منفصل هتبقى من الكتريكال لود دايجرام خالص. لان الكتريكال لود دايجرام ده بيشترط شرطين كونستانت فولت كونستانت فريكونسي. الفولت بتاعك لازم يبقى ثابت والفريكونسي تبقى ثابته. طب المغازله بس قبل ما تبتدي في الكلام ده انت جبت مكنه وشغلتها مع انفوت باس حلو قوي. جيت بقى لعبت في الفيلد زودت الفيلد واحد يقول لي الفلكس هيزيد ايه هتزيد ماشي صح، لكن هل الفولت هيزيد؟ لا. ليه؟ لان الفولت ثابت. يبقى بعكس جدا هنا كانت ايه هتزيد المعادله اللي لسه كاتبها للمسح دي دلوقتي حالا اللي هي في بتساوي اي في زد لود يبقى اي زادت لازم دي هتزيد او هتقل او هتغير اي حاجه هتغير، لكن هنا لا. طالما المكنه دخلت مع الباسبار زودت السرعه الفريكونسي هتزيد؟ لا. ليه انت مش بتقول لي الفريكونسي بتساوي 120 اف على بي؟ قال بس انت لما هتزود الستيم بتاع التربينه السرعه خلاص مش هتقدر تزيد عن كده، السرعه هتفضل ضبطت على 1500. يعني ساعه ما دخلت المكنه على الباسبار سرعتها بقت 1500. تزود الستيم بتاع التربين. طب احنا في المعمل بلاش التربين، في المعمل نوصل المكنه على دي سي ماشين. ازود فيه الدي سي ماشين تزيد سرعته. لغايه ما ظبطت السرعه 1500 وربطتها مع الباسبار. بعد كده زود الفيل بتاع الدي سي ماشين مش هتزيد السرعه، السرعه هتفضل على ده مش كده وبس، شيل الدي سي ماشين هتفضل السرعه 1500. طب ازاي؟ مين اللي مدورها؟ مش فاهم مين مدورها؟ يعني تاخد كهرباء من الباسبار وتفضل على السرعه 1500 وتبقى قلبت في الحاله دي مش قدرت تكون واضح؟ يعني المكنه ساعه ما ضربت مع الباسبار وعملنا لها عمليه سنكرونيزيشن وظبطناها خلاص كونستانت فولت كونستانت فريكونسي. لا الفولت هيتغير ولا الفريكونسي هتتغير. ده بالمناسبه. نبدا بقى الموضوع. احنا هنا هنعمل ايه؟ هرسم فيز دايجرام للمكنه وهي جنريتور. زي ما عملنا فيز دايجرام في الاول خالص. بس هبدله شويه واكبره هنا شويه واطلع منه معلومات كثيره اكثر من كنا بنعمله. الله يحفظك. لكن نفس الخطوه في البدايه. هقول ايه؟ هقول المعادله اللي عندي ده جنريتور دي بتساوي دي زائد اي اي في زد اس صح؟ اللي هي اي اي في زد اس اللي هي ار اي زائد جي اكس اس سميتهم مع بعض زد اس. نبدا مع بعض نبدا نحلها مع بعض خلينا نمشي خطوه. اي اف ده جنريتور اهو دي الاي وده ار اكس وده التيار اللي ماشي اي يبقى ده اي اي دي ار اي وجي اكس اس ما
مش بيسبب بومب، عكس كده بيسبب بومب في كوب بيساوي صفر يبقى اي بتساوي زي بالظبط. هشيل اي وقت البلاده اي اف زاويه دلتا، هشيل بقى كل حاجه تبقى بفضل زاويه في حد هو ريفرنس ان ده ثابت زي ما اتفقنا، طالما دخلت على المسطره بقى في ثابت، خدوا ريفرنس في زاويه زيرو زائد اي اي ممكن يبقى لاج او مين هكتبه زائد لو ناقص واي زائد في اللاج زائد في مين وناقص في اللاج صح كده؟ مضروب في زد اس هكتبه زد اس زاويه فاي اس. ايه هي دي؟ انت عندك زد اس بتساوي ار اي زائد جي اكس اس، حولها لي من التانجنت اللي هي الكارتيزيان بتاعت اكس وار لبوله تبقى زد اس زاويه فاي اس في الكالكوليتر. هبتدي اضرب هيطلع لي في زاويه صفر زائد اي اي في زد اس واجمع الزاويتين فاي اس زائد ناقص ار. تعالى نشوف بقى هنعمل ايه خطوه خطوه كده نمشي مع بعض. هبتدي ارسم فاول خطوه هعملها هختار سكيل، طالما هنرسم خلينا نرسم لهم الحسابات كده لو عايزين. هاخد سكيل 1 سنتي بتساوي ايه هو؟ ده بالفيس كل شغلي بالفيس كل شغلي بالفيس ده كم مره؟ واحد برضه ساعات يستخدم اللاين كل الحاجات دي بالفيس. هتختار الفولت سكيل 1 فولت حسب المساله، يعني مساله بتديني 220 فولت يبقى هاخد سكيل 1 ل 20 ونقسمها 10 سنتي مثلا. لو مديني 3800 فولت هاخد 1 ل 500 واحد ب 200 ايا كان، يعني سكيل مناسب بحيث فيك لما ترسمها تطلع لك في الورقه كده حته كويسه في الورقه تقريبا مثال عشان تقدر ترسم ادي وزودته صفر يبقى ده الاتجاه بتاع الرسم. اول حاجه بتحسبها بترسم بيه بالسكيل اللي انت اخترته. بعد كده عايز اجمع عليها اي اي زد اس زاويتها فاي اس زائد الناقص فاي. تعال خد الحته الاولانيه اللي هي فاي اس، يبقى حضرتك جاي واخد زاويه اسمها فاي اس. فاي اس دي بتبقى قريبه جدا من 90 اللي زي ما اتفقنا ان الارض بتبقى صغيره بالنسبه للاس، خليها كده عشان تبقى فاهم. يبقى دي الزاويه فاي اس. الخط اللي طلع ده هسميه يونيتي باور فاكتور، كل حاجه ليها اسمها يونيتي باور فاكتور. يونيتي باور فاكتور لاين. خلاص رسمت الحته الاولانيه دي، تعالى اجمع عليها فاي او افرض كده فاي. يبقى لو انا هجمع فاي همشي في انهي اتجاه؟ كده. يبقى ده اتجاه انا هجمع عليه فاي، صح؟ يبقى هجمع على الاتجاه ده يمين. لان لو اجمع فاي يبقى فاي دي. مش كده؟ ولو حطيت فاي هتمشي كده. يبقى انا هجمع على الاتجاه ده اتجاه تاني. ماشي كده؟ طب لو فاي بصفر يبقى لا هتجمع ولا هتطلع، يبقى هتقع على الخط ده. يبقى الخط ده اللي عنده فاي بصفر. طب كوزاين فاي كوزاين صفر بكام؟ 1. عشان كده سميت الخط ده يونيتي باور فاكتور، لان لو الباور فاكتور بتاعت المساله بتاعتي يونيتي يبقى لازم اقع على الخط ده. ماشي؟ يبقى الاول رسمت الخط عند زاويه فاي اس، كتبت عليه يونيتي باور فاكتور. شمال كتبت ليد، يمينه كتبت لاج. افرض ان المساله بتاعتنا عشان نكمل ليد. هتروح جاي جامع زاويه فاي اهي. هتاخد عليه طول مقدار اي زد اس. طب دي ايه؟ يونت بتاعتها ايه؟ فوق. يبقى نفس السكيل بتاع الفوق. ماشي كده؟ نفس السكيل بتاع الفولت، يعني دي مش تيار. الدايجرام ده بيديني فولتات، كله فولت. يبقى دي اي زد اس فولت. هتجيب النقطة دي هسميها اوبريتنج بوينت. دي النقطة اللي أنا شغال عندها. لو وصلت النقطة الاوبريتنج بوينت دي بنسيبها بالأسئلة بقى، بالأسئلة أهي. بالأو اللي هي نقطة الأصل. يديك الطول ده اي اف
هتزود حته كمان معلومه وبعدين نكمل. لو اسقطت عمود من الكوبايه البوينت على اليونتي بافر الزاويه دي طيب الطول ده هيبقى كام؟ هيبقى اي زد اس كوساين فار. اي زد اس كوساين فار ده اي زد اس دي فاي وده عمودي يبقى اي زد اس كوساين فار. ده بيتناسب مع الباور ليه؟ لان الباور 3 في اي كوساين فار توتال باور. لو عايزها في الفيس ما تحطش الكلام ده. يبقى لو خدت الرقم ده المقدار ده ده فولت ضربته في سكيل الفولت يبقى اضربه في ايه؟ واقسمه على زد عشان اشيل الزد دي واضربه في 3 في يطلع لي الباور اللي هو الالكتريك باور. اذا الالكتريك باور ممكن اجيبها بمنتهى البساطه بان اخد الطول ده اضربه في 3 في على زد واضربه في السكيل. طب ما انا بدل ما اعمل كل مره الحسبه دي طب ما نعمل سكيل جديد للباور هو ايه؟ بس لما تيجي تحسب الباور بس تقيس المسافات دي وبدل ما تضربها في ايه؟ تضربها في 3 في على زد اس ايه؟ لان لما تضربها في ايه تتحول لفولت تضربها في 3 في يبقى الباور ده 3 في تقسم على زد اس شفت زد اس يبقى الطول ده قطع اي ايه في 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 3 كوساين 4 اللي هو الالكتريك باور. يبقى اذا وانا بعمل سكيل هجهز نفسي بسكيل هنا يبقى وانا هبتدي احل هعمل ايه؟ اول حاجه هرسم في اول انا بس هعمل سكيل 1 سنتي بتساوي ايه؟ فولت سكيل الفولت. واعمل سكيل تاني 1 سنتي بيساوي 3 في على زد اس في ايه؟ 1. ده انت اللي بتختار انت ومزاجك لكن ده انت ما بتختاروش ده غصب عنك حسب ايه اللي انت اخترته طلع لي السكيل ده. في ناس بتختار سكيل باور ازاي تختار اثنين سكيل في نفس الرسم؟ تختار سكيل واحد ترسم بيه بعد كده عايز تطلع الباور بدل ما تقيس وتقول لي ده اي في زد وارجع اقسمها واضربها واقرب نفسي عملت سكيل جاهز للباور. يبقى اول ما ابتدي لقيت المساله دي سنكرونس جنريتور متوصل على انفينيت باس ماشي غير كده وهتحلها بالالكتريكال لود دايجرام بتروح مختار سكيل للفولت حسب قيمه الفولت الفيز اللي عندك تطلع في فيز حسب قيمتها عشان تبقى معقوله في الورقه تروح مختار سكيل وتروح عامل سكيل جديد للباور ما بتختاروش بتستنتجه من سكيل الفولت اللي انت عامله وقيمه في وقيمه زد زي ما قلنا هو بيديك في وبيديك زد اللي هي الار والاكس زد هنا بتتحط ماجنتيود بس لان بشوف ناس بعد كده تقدر تزود في السكيل ما فيش زوايا في السكيل السكيل ماجنتيود فقط ماشي لغايه كده عملت السكيل تبتدي ترسم هتعمل ايه؟ هترسم في افق حلو قوي على امتداده دي نقطه الكل اللي انت بادئ منها على امتداده هتاخد زاويه فاينس هتبقى تقريبا 93 حاجه كده من 3 دي فاينس الخط اللي رسمته ده بتسميه يونتي باور فاكتور شمال من هنا بتكتب بي الناحيه الثانيه بتكتب لاي هزود حته وهرجع لكم بعد كده من النهايه من او هنا تعالى ارسم لي خط يوازي اليونت باور فاكتور خط كده ده بسميه الاستابيليتي ليميت مع الجيوش يعني وانا بشتغل في المنطقه دي كلها زي ما انا عايز لكن ما عنديش المنطقه دي هي انستيبل زي ما بنوضحها بعد يبقى بالمره بعد ما رسمت اليونت باور فاكتور تعالى ارسم خط يوازي التحيات سميه اليونت استابيليتي ليميت وما تعديهوش وانت بتشتغل ماشي كده طيب هتيجي تحدد الفاي بتاعك نفترض زي ما قلنا ان فاي دي ما هتمشي ناحيه الفاي طب لو كانت هيك هتمشي ناحيه وتاخد عليه طول اسمه اي اي زد اس جبت نقطه التشغيل وريت البوينت ووصلها بالاو تطلع الاي
السوفت سكيل البار يطلع لك البي فليك. عايزها بالفيز ما تحطش التمام يعني دي واحده، لكن بقيه الرسم كله بالفيز. لكن الباور عاده احنا بنستخدم التوتال فبحط الثلاثه، عايز تلاقي بالفيز ما تحطش الثلاثه وتسيبها على الثلاثه هي. طيب تعالى بس نظبط حته وبعدين نرجع تاني. افرض ان الباور قلت شويه يعني كانت هنا بس تبقى كده صح؟ قلت كمان تبقى كده. طب قلت بحيث جت على الخط يبقى الباور يبقى كده. الباور هي المسافه بين المسافه طرف الضوء والمصدر. قلت بقى كده قلت بقى كده قلت بقى كده يبقى الباور الخط ده هنا. الباور فيه كام؟ زيد. يعني المكنه مش مطلعه باور، شديته مش مطلعه باور، يعني نولود. نولود يبقى مفيش باور. فالخط ده اسميه نولود لايت. الباور فوقه موجه، فوقه حاجه مش شديته. الباور تحته سالبه، يبقى تحته هكتب نولود. ماشي كده؟ مره كمان. مكنه تنفع جنريتور تنفع موتور بقى بدل الاثنين هم موجودين، يبقى سيكرونس ماشين وشغال على الهوزن الباص. وقررت ان انت تحل المساله بالتكنيكال جود دايجرام، فبتعمل ايه؟ بتطلع فيه فيز بيكون مديك زد، حول زد وقدر تساوي، وفي فيز اختار منها السكيل واعمل سكيل للفوق واعمل سكيل للباور. بعد كده اعمل الشكل الاساسي. ايه هو الشكل الاساسي؟ ان انا ببدا حاجات اساسيه هتمشي عليها المساله. ببدا بفي اهي على استقامتها باخد زاويه فاي اس، بسمي الخط ده اوبن يونيتي باور فاكتور لاين. الناحيه دي بكتب بي والناحيه دي بكتب باي. باجي اخد من هنا حاجه ايه؟ باخد خط عمودي على اليونت باور فاكتور من بدايه الفيل ده بسميه نولود لاين. فوق بكتب جنريتور، تحته بكتب نولود، وبس الخط يوازي اليونت باور فاكتور من عند نولود اوبن. يوازي اليونت باور فاكتور، لا يوازي الخط. وبسميه الاستابيليتي، استابيليتي ليميت. حته اخيره نقولها برضه بالنسبه للنقط، تعالى كده من الحياد لاج عكس الشكل فوق. من الحياد لاج ومن الحياد ليه؟ ليه؟ لان احنا شرطنا شرط على الجنريتور. الجنريتور بتجمع الكور في النقط وبترفع الكور، هتلاقي اللاج كده في الحياد بيجي. ماشي كده؟ قبل بقى ما نكمل شوف الكلمتين دول هنا اهو. ادي اول حاجه بنسميها الفي. كمل. الصوره. نعم. السبب. كمل. أول حاجة بقسمها لـ V، همد على استقامتها آخد الزاوية فاي اس. العمود الخط ده بسميه اليونتي بار فاكتور، هنكتبه حالا دلوقتي. أهو دي الحالة بتاعتنا. حتى نقولها يعني من علم الشيء ولا من أهل دي، في ناس بدل ما تحسب الكالكوليتور زد اس مقدار الزاوية وترسم الزاوية، تاخد كده هنا الار والاكس، لما خدت كده الار هنا الاكس يبقى دي الزاويه. صح؟ تاخدهم بقى سكيل الار والاكس. انت عايز تقسم زاويه ما معكش منقل. ار بواحد واكس ب 10، امشي سنتي ب 10 سنتي. تديك الزاويه اهو. عشان كده بنكتب هنا الار والاكس، ده العلم بالشيء بس، ان المسقط ده ار والاكس. لكن لو انت معاك الكالكوليتر وحسبت الزاويه حطها بالمنقله على طول، لازم يبقى معاك عدتك كلها الحاجات كلها قياسات. تاني احنا قلناه في ما قلناش اكتر من كده، سيبك من بريك البوينت دي مش عاجبني. طب دايجرام انت قررت تحل المساله بالفيرتيكال دايجرام، عرفت البي وعرفت الزد، عملت الريسك كلها، مش عايز اجيب
في وزن عملت ده كله خلاص. بعد كده هيديك معلومه تطلع منها البريد الموضوع هنتكلم عنها حالا. لكن افرض ان انت عرفت ان المكنه شغاله على النقطه دي بتطلع من هنا خمس حاجات. ايه هم؟ لو وصلتها او بتطلع اي اف والزاويه دي يبقى بطلع النورمال فولتج او الاكسايتيشن اي ام اف وبطلع في نفس الوقت الباور انجل اللي هي دي. لو وصلتها طرف البي من هنا بتطلع اي اي زد اس انت عارف الزد بتطلع التيار تيار المكنه وبتطلع الفاي اللي هي الديزاين بتاعها يطلع على الباور فاكتور تقدر تعرف كام ليك ولا مال مش هتلاقيه في الفرن ماشي. يبقى دول اربع حاجات الاي والدلتا والاي اي والفاي والحاجه الاخيره اللي هي الباور دي اللي هو الوسط ده والايسو المسافه دي بينها وبين النولون ده. النولون ده بعيد عن الايه اللي هي كبيره الالكتريك اللي هو الانبوت بتاع الموتور والاوت بتاع الشغل. فانا عشان كده كاتبها بي الكتريك اللي هو الكهرباء. انت تشوف بقى جنريتور يبقى ده الاوت موتور يبقى ده الانبوت. هنا في نص في فتفرق بين الانبوت والاوت ازاي الحاله اللي قلناها لو دخلت ماشي لغايه كده. طب ازاي بقى بجيب يبقى دول الخمس حاجات اللي بيطلعوا على بعض ازاي تجيب الاوبريتنج بوينت بيديك 2 من 5 يديك حاجتين من الخمسه بترسم المحل الهندسي بتاعك بتتقاطع في نقط النقط دي اللي هنشوف حاجه دلوقتي بتوزع النقط. يبقى اي مساله انت عرفت شغال جنريتور يبقى هشتغل في النص فوق وخلي فيه واطيه شويه عشان تشتغل براحتك ما تفصلهاش دايما. والمساله موتور مثلا موتور خلي فيه فوق جنريتور خلي فيه تحت لو انت بترسم مسألة فيها جزء موضوع الجوش الجنريتور خلي فيه في النص. رسمت الاستابيلتي ليميت، رسمت الميلتي باور فاكتور، رسمت النو لود اللي هو الثلاث خطوط الرئيسية، خط الفاي يوتي باور فاكتور الأساسي يوازيه الاستابيلتي ليميت عمودي عليه في نص الموضوع. حددت جنريتور موتور ليه لاج تقف استابل. شوف المسألة بتاعتك مديك إيه؟ مديني إي إف. طب ايه المحل الهندسي؟ اي اف. اي اف هو الطول ده. طب اي اف كونسنت ترسم لي ايه؟ اي اف كونسنت يعني ممكن تبقى هنا ممكن تبقى هنا ممكن تبقى هنا حسب رجلك تديني نص دايره لان ما عنديش نص دايره. يبقى اي اف المحل الهندسي بتاعها نص دايره. يبقى اول حاجه الاي دي محل الهندسي بتاعها ادي الـ V ودي نهايته ورسمته مش الكلام ده كله. الـ E نص دايرة كده دي E. طب ديفرنت فاليوز الـ E F دي أقساط دوائر. يبقى ده اللوكس بتاع كونستانت E. جيب الـ E بالسكيل بتاعك اللي هو بيقولك تقسم لي نص دايرة دي. طيب تاني حاجة الـ R لو I ثابت يبقى I زد ثابت. هاي زد ثابتة هيديني دلتا والفاي والزايد هاي زد ثابتة يبقى دي دي هيديني دوائر لو اتقسم نقطة لأن دي هاي زد صح؟ المسافة دي هاي زد فلو ثابتة كل النقط دي عندها نفس هاي زد. يبقى أول حاجة بالنسبة لإي أنصاف دوائر مش دوائر كاملة لأن ما عنديش الاستابيلتي ليميت أنصاف دوائر مركزه من طبعا هو مش هيديك 10 اي هيديك واحده بس انا هنا رسم لك ديفرنت والديفرنت فاليوز في اي لكن انت في المساله هتبقى واحده بس راسم نص الدايره بتاعتها واداك ار هتركز هنا وراسم الدايره بتاعتها ادي بتاعت الار هيتقطع بتاعت الاي وبتاعت الاي فوق او نقطتين نقطه في الجنريتور ونقطه في الموتور ماشي. تجيب النقطه تكمل تجيب الباقي يبقى لو عرفت النقطه تقدر تجيب الباقي فانت هيديك اثنين وانت تجيب الثلاثه الثلاث مطاريات زي ما هنشوف حاجه في المساله. طيب الحاله
سايت باور. كل سايت باور خط يوازي النورود، لكن النورود ده الباور بتاعته صفر. كل سايت باور يبقى كده باور خط ده كله عنده نفس الباور، لان اي نقطه عليه السطح بتاعها هنا صح. يبقى اذا كل سايت باور عباره عن خطوط توازي النورود لاين دي الكتريك كونسيبت فوق الكتريك بتاعته، كل واحده تمثل لي باور معينه. طب اداك الباور واداك ار بتنزل خط الباور دايره الواي في النقطه دي والنقطه دي لو انت شغال جنريتور او شغال موتور. اداك الباور اي بتنزل خط الباور دايره الاي ماشي. بعد كده السهلين قوي كونستنت باور كونستنت ديب كونستنت باور هتيجي تاخد زاويه فاضي ليه الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه في الموضوع دلتا حتى ما نسمعهاش دلتا الهيكل زياده من فوق دلتا بتاخد زاويه دلتا. طب اداك فاي ودلتا تعرف دي لو جبت حلها بالرياضه كله يتحل بالرياضه مستنتج اصلا من معادله رياضيه، لكن هنا اسهل بكتير. انت لو عندك معادله رياضيه واللي انت عارفه بس الزوايا فاي ودلتا والباقي كله مجاهيل هتقعد بقى وتجيب حقيقي وتسوي تخيلي وتخيلي يقول لك حقيقي حقيقي. طب ليه صعبه جدا رياضيا هتاخد وقت كبير جدا في حل المساله، بينما بالرسم سهل اداك فاي واداك دلتا. دلتا ده جنريت يبقى دلتا بوجاب 45 درجه على عام 45 درجه. فاي جنريتور ليد يبقى كده يبقى ده الزاويه 45 45 ملاي يعني 45 فاي ملاي. فلو اداك اي اثنين زي ما هنشوف بعد كده تقدر تستنتج انت اللي بيه. ماشي؟ نبدا احنا خلاص المرحله خلصت مفيش جديد. اللي هنعمله دلوقتي مسائل، فطبعا احنا خلينا نحكيها بس مع بعض تعمل ايه وازاي تستنتج منها. نبدا اول مساله، وخلي بالك المسائل اللغه اللي بتتقال بيها تستنتج منها 3 فيز 5000 كيلو فولت امبير. كيلو فولت امبير تبقى اس مش الباور، فولت امبير يبقى اس 11 كيلو فولت يبقى ده الفولت اللاين. ان الفولت اللي بتقولك في المساله هو اللاين 50 هرتز ستار كونكتد سنكرونس جنريتور غاز ان ارمتشر ريزيستنس 2 اوم سنكرونس ريزيستنس 12 يبقى 2 زائد جي 12 اللي هي زد. اف ذا جنريتور از كونكتد هيجيب لك المحتكر از كونكتد تو 11 كيلو فولت انفنت باس. يبقى انا وصلت المكنه دي على فولت لاين 11 كيلو فولت انفنت باس او جريد او كونستنت فولتج كلها هتبقى نفس المعنى دي تيرمين. يبقى انت هنا هتحل بالالكتريكال لود دايجرام قبل ما تشوف هو عايز ايه. حل بالالكتريكال لود دايجرام قبل ما تشوف هو عايز ايه. اعمل الخطوات اللي انا قلتها اللي هي الثاني شوف على الجهه الواضحه على زد اس اللي هو 12.16
في هذه الحالة وجد التيار والوافق يبقى عايز الإكسايتيشن يتغير قد إيه. طب إحنا هنا بنتكلم عن إيه؟ أنت وصلت المكنة على الباسبورت اللي في المحطة العامل اللي في المحطة يقدر يعمل يقدر يلعب في حاجتين مفيش غيرهم مفيش تاني يغير الإكسايتيشن اللي هو الفيل يغير الستيم اللي داخل التربينة اللي هو البطن أو الستيم اللي داخل التربينة ده الإنبوت بتاع التربينة هيغير الأوت بتاع التربينة اللي هي الإنبوت بتاع الجنريتور والتاني يغير الأوت بتاع الجنريتور يبقى هو حاجتين اللي بيلعب فيهم ما قبلوش غيرهم يا يغير الباور بتاع المكنة يا يغير الإكسايتيشن بتاع المكنة بس الإكسايتيشن يغير الفيل وبتتغير الفيل احنا بنعتبر ان احنا شغالين في جزء لينير فالاي فيلد بتتناسب مع اي عرض فالسؤال هنا بيقول اغير البرسنتج شينج الاكسيتيشن بوت اغير الاكسيتيشن بوت مش بقد ايه او لو قال لي البرسنتج شينج وسفير ديكارب هي هي لو كتب لك تغير في الفيلد كارب هو تغير في الاكسيتيشن بوت لان الفيلد كارب بيغير الفيلد فقط غير الاي يبقى التغير في الاكسيتيشن بوت او التغير في الفيلد كارب معنى واحد to increase the power factor to unit يبقى هنا ايه الشرطين اللي عايز لازم نقول حاجتين عشان خدنا التشغيل فهنا قال انا عايز power factor to unit يبقى اداك فور with the same power يبقى مش هتطلع على الفور ده فين 5 يونت ده اسمه يونت باور فاكتور يبقى فين نقطة التشغيل الجديدة لو انا ثبتت الاكسيتيشن على الوضع الجديد اللي هو ده
ثبته كده اهو دايره كلها عليها نفس الاكسبكتيشن فين اكبر باور قبل ما اعمل الاستنت هنا صح الباور كده عماله تزيد الباور بتزيد الباور بتزيد الباور بتزيد فين اكبر باور هيك محدش يقيس المسافه من هنا اصلا لان من هنا انت بتقيس الباور الباور اللي جاي تضغط فيه ادي مصر يعني لو عايز تقسم من هنا يبقى لازم تنزل الخط بتاع السطنت وتاخد الحته دي بتنزل بتقول لي خلاص انا قسم دي طلعت 10 سم يبقى دي 10 سم يبقى هي الباور لا دي اقل لان الخط ده مالي الكلام ده ينفع لو قام كليك زي ما بنشوفها فكل اللي بعمله هنا الخطوه الثالثه ان انا بسدد الدي بس القوس بتاعها نفس الدي واخد اعلى الباور اسقط عمودي منها اقيس الباور يطلع لي الباور ماكسيم ماشي المساله اللي بعد كده على الموت قبل واحده جنيه واحده 3 فيز 250 هرتز باور 2300 فولت 60 هرتز موت الموتور مش لازم يقول لك كونكتد على المصفات لان الموتور طبيعي هيتوصل على المصفات هتوصل عليه لازم توصل على كل صف موتور فكلمه في الموتور مش لازم يقول لك كونكتد تو اف المصفات مجرد ان هو يقول لك الفولت بتاعه كذا خلاص ده الموتور كويس ماشي 3 فيز يبقى 2300 ده في لاين ستارت كونكتد تقسمه على كريستالات عشان تحوله لفيز سيكلونس موتور هاز ريزيستنس 1 واكتنس 10 يبقى 1 زائد جي 10 يبقى الثاني هو الحاجات الثابته اللي انا عايزها في المسألة نفس الخطوات تحسب الفي فيز تحسب الزيت مقدار وزاوية هتبتدي تحسب الالكتريكال لود دايجرام الالكتريكال لود دايجرام بتعمل عدد المسافات دي ده موتور يبقى ما تقسمش دي تحت ولا مش هلاقي دي تحت في المسألة هتيجي تقسم موتور اللي فيه فوق يبقى هقول في فيز بتساوي 2300 على الناس الثلاثة دي بتطلع 1328 دي بتطلع 10 حتى 1000 1328 وبعدين نفس الزد اس 1 زائد جي 10 دي بتطلع 10 وبتوفايت امبل 4 مش مهم ده موتور وحلو استخدام الالكتريكال لود دايجرام اخترت دول اعمل سكيل الباور هلاقي ان ده سكيل بتاعي 1 من 2 يبقى معقول عشان 13 سم في 6 سم وشويه عايز تاخد 1% يبقى احسن يبقى كبير حسب الورقه بتاعتك حسب بتقسم ايه انا هنا بحط 1/2 1/2 ماشي وبعدين عملت سكيل الباور ده قلنا السكيل اللي هو 2 وده فوق اللي هو 1828 ودي ال 10 5% وال 10% هيطلع لي 97 وشويه 7 79 1.5 79 عملت السكيل بتاعك عرفت القيم تاني ترسم البوك السكيل اللي انت اخترته فيه ترسمه فوق وتتحكم في كل شغلك هيبقى تحت من نهايته تاخد زاويه فاي اس قلت 90 زي ما قلنا بس في يونت بار فاكتور هنا بكتب بي وهنا بكتب باك تحت على عكس هنا بي هنا باك سوري وهنا بي حاجتين بعملهم عمودي على الاقل ما كانوا فيه كده بس في يونت لود فوق جنريتور مش هشتغل هشتغل في الموسم تحت الموتور استغلت في ليفل هنا موازي الموتور عشان ما اعرفوش جهزت نفسي كده تنشر المسألة لازم هيديك حاجتين موتور تلاتة مالهاش حل هي العملية سيستماتيك وبتمشي على خطوات أول حاجة اكسبلين هو هنا ديليني عشان المسألة التانية بيقول لي إيه بقى بعد كده؟ بالنسبة للمقاومة 1/10 كتب لك بالفيز ما كتبش بالفيز هي بالفيز المقاومات مفيش حاجة اسمها تقدر تقسم على ثلاثة شو ما كتبش زيها زي الباور والفولت يبقى ده توتال اسمع كلام لا المقاومات كتب لك بالفيز ما كتبش بالفيز هي بالفيز فور نوت اوف انبوت كذا اداني الانبوت والاكسكتيشن كذا اداني الانبوت والاكسكتيشن يبقى ده
الدي إلكتريك والإكسيتيشن. الإكسيتيشن 3120 أعلى من الفولت الأصل، مش مشكلة أعلى من أقل ما هيشتغل في حاجة، أقل ما كان هيشتغل في حاجة، مش مهم يعني هتشوف إزاي ولا إزاي أي حاجة. طيب دي تيرم في الحالة الأولى إداني إكسيتيشن وإداني باور يبقى الاثنين يبقى حلوته التلاته فعلا غلط التلاته انشر كارب الباور فاكتور والباور انجل. الباور فاكتور زي فايف والباور انجل ديفل والفاي طيب يبقى اجيب نقطه التشغيل يبقى اعمل ايه؟ اخد مين هيبقى في الحل معلش ده كتاب مين؟ يعني عملنا مسكيت في الاول بعدين حسبنا الاي حسبتها اللي هي الاي بتاعتنا اي نقول هو الصوره اي اف هتساوي 3002 على جذر 3 دي هتطلع 1800 بالسكيل هتاخد 9 سنت دي 6 سنت او ما تكملش 7 1800 كانت بقت 7 6 سنت و6 من 10 6 سنت و7 من 10 هتاخد البلجه تركز ورسم لي خط كده ده 9 اللي هي اف 1 مع الباور. الباور كام؟ بنقول في المساله بيقول الباور 239 انا عندي السنتي 79 فده هتلاقيه 3 سنتي يبقى كده في 3 هيطلع لك الخط ده بالظبط الخط ده بالظبط لا اي فولت ده بدل ما قالش اي فولت ما غير فدي انبوت باور ده انبوت فعلا احنا بنصرف دايركت باور هو الانبوت 239 239 240 على 8 هي دي فهي دي اقل من كده بشويه هي بتطلع 3 سنت كاستهلاك هتاخد 3 سنت تحت كده على المحور ده 3 سنت ده خط عمود كده في 3 سنتي وده 9 سنتي القطع ده هيكون ريت بوينت في الحاله ايه؟ توصله كده ده بس مفيش حاجه بس توصله كده يديك اي اي زد اس عارف زد اس تطلع اي اي توصله كده يديك اي اللي انت عارفها هي 9 سنتي ازاي يديك دلتا 1 والزاويه دي فار الزاويه اللي بتتقاس اليونت اليونت الزاويه عنده صفر تمشي كده في اسم اليونتي تمشي كده في اسم اليونتي محدش يقيس الزاويه اللي فوق الزاويه بين اليونتي هو فاكتور وهو عنده الزاويه صفر ومشيت شمال هو يمين المساله دي ليه؟ احنا هنا هنستنتج حاجه قوي احنا بنتكلم عنها في المحاضره الجايه ده انا هنا خليت الموتور شغال ليه؟ المواتير في الدنيا كلها الانفكشن مود وكل ده دي ملفات لا باور فاكتور لكن ما عدا السنكرونس ماشين ممكن تشغله ليه باور فاكتور المكنه ممكن تشغلها ليه باور فاكتور الموتور في نفس الوقت كانه كباسه كان الشبكه شغاله بتكسر يقوم يحسب لك الباور فاكتور ودي الدور هنتكلم عنها في طرق تحسين الباور فاكتور حاجه اسمها السنكرونس كباسه ايه هو السنكرونس كباسه؟ هو السنكرونس موتور شغال ليه؟ زي الاقطاب ماشي المطلوب اللي بعده هتيجي تطلع الاخبار انا عندي اجابات هنا على طول عندك يا ريت المسائل دي ما تستناش عليها يعني يا ريت النهارده او بكره بالكثير طلع ورقه وقلم اتاكد ان الاجابات بتاعتك صح وشغل صح هي هتنزل عملتها بره خلاص مش هتحتاج تذاكرها حتى بعد والله اعلم اقول لك لو قلت عملها مره مش هتحتاج تذاكرها نسيتها كده هتطلع فاي تطلع فاي تطلع دلتا مفيش مشكله بعد ما تطلع فاي تجيب الكوزاين بتاعها يبقى ولازم تكتب جنبه ليد يعني في المساله لو ما كتبتوش ليد يبقى غلط لازم يتقال ليه ان انت بتحدد ان الشغال ليه ولا لا المطلوب اللي بعده برضه البرسنتج شينج فيلد اكسايتيشن تو انكريز الباور فاكتور تيونيتي طب بدل ما عايزه يشتغل ليه ده انا عايز الموتور ده يبان الشبكه كانه مقاوم يعني ايه مقاوم؟ يعني يونت باور فاكتور طب انا شغال في الزيت باور يبقى هشتغل على الموتور ده وبلاقي الباور على مين؟ عند النقطة دي ايه الجديدة تبقى كام؟ الجديدة تبقى دي طبعا تصغر هنا. الجديدة هنا تبقى أصغر عشان كده
عكس المساله اللي فاتت كانت زائد. المهم هتحسبها هتطلع ليك جديده 7-7 هتضرب في السكيل تطلع 1800. البرسنتج شير 1800 ناقص 1800 القديمه على 1800 يبقى يطلع لك ناقص 22%. يبقى لو قللت الاكسيتيشن بتاعت المكنه دي 22% تتقلب من ليد باور فاكتور الى يونت باور فاكتور، يعني كانها ريزيستنس رغم انها مضروبه. ودي الميزه الكبيره في السنكرونس موتور، بتقدر تلعب في الباور فاكتور بتاعته فتحسن الباور فاكتور اوفرول. لما تكون في مصنع كله مواتير اندكشن، لو جبت معاه واحد سنكرونس وغيرت الاكسيتيشن بتاعه بحيث تخليه ليد، يبقى انت تقدر تحسن الباور فاكتور بتاعتك، وبالتالي شركه الكهرباء ما تحاسبكش على الغالي بيغلي سعره. اتكلم عنها المره الجايه بتفصيل. المطلوب الاخير خلي بالك بقى ما طلبش الماكسيمم باور، لا طلب المينيمم اكسيتيشن اللي المكنه دي تقدر تشتغل عليه. تعال بقى نفهم الحته دي لو سمحت مع بعض. انا الباور بتاعتي مش هرسمها هنا عشان بس الاثنين دخلوا في بعضها. انت رسمت البوك كده خدت ده وده، عدلت الباور بتاعتك كان الورود، عدلت الباور بتاعتك طيب دي الباور تحت كانت سنة الآية، ودي الباور دي يوم اللي هي السنة. أنا كنت شغال على النقطة دي، دي الباور فاكتور، اشتغلت بعد كده على النقطة دي لما كنت بعمل. المطلوب الأخير إيه أصغر إيه المكنة دي تقدر تشتغل عليها بنفس الإيم دي الباور؟ طب أنت دي إيه أول منك؟ صح؟ قللت دي شوية اشتغلت على النقطة، قللت دي تاني اشتغل على النقطة، قللت دي أكتر اشتغل على النقطة. إيه أصغر دي؟ صح؟ يبقى دي إي إف مينيموم عندي الغرض، لأنك لو قللت عنها مفيش تقاطع، مفيش تقاطع عن المكنة دي ما تقدرش تشتغل. ما هو إيه يعني إيه وبريت يعني النقطة اللي بتشتغل عليها المكنة، فلو قليت عند النقطة دي المكنة مش هتشتغل، مفيش تقاطع، مفيش نقطة تحقق الشرطين. فبنقول أوت سوبرفايز، المكنة أوت سوبرفايز. عشان كده هنا بيقول لي ذا مينيمم اكسيتيشن بيفور لوزينج سنكرونيزم. لوزينج سنكرونيزم يعني بتطلع أوت سوبرفايز، يعني مش متزامنة، ما تقدرش تشتغل على السرعة. فاهم انت خلاص سرعتها هتبقى سنكرونيز بيز ممكن تقعد. فالنقطة الصغيرة هنقيس دي على الجهة. ماكسيمم دي اي حاجه تكبر فيها زي ما انت عارف، عدم مشكله مفيش مشكله دي تكبر زي ما انت عارف. لكن هو يقول لك الماكسيمم انبوت باور، يبقى الماكسيمم انبوت هترسم دايره الاي سبت الاي واخر نقطه تحت هنا دايره الاي الماكسيمم. مثال كبير بيقول لي في المثال اللي فات معلش قال لي 250 نقطه باور استخدمناها في حاجه في المساله؟ لا. طب هو قالها لي ليه؟ اي مكنه لازم اقول سطاره، لازم اقول لك الموصول بتاعي. انا قلت لك اشتغلت عند فول لود، ما قالش اشتغل عند فول لود. دي فول لود. تعال بقى شوف المكنه الجايه. معلش انا عايز بس اقول لك المكنه دي 2400 كيلو فولت امبير. 3 فيز ستارت كونكتد الترنيتنج مش فاهم. ديليفر اتس فول لود كارت اهو. المكنه دي بتديني الفول لود بتاعها. يبقى انا من الفولت ومن الباور الاس بيتهيألي اس بتساوي 3 في فيز باي فيز اقدر اطلع التيار. يبقى لو قال لي المكنه دي شغاله على فول لود استخدم الباور اللي هو مديهالي في بدايه المساله. طب المساله 2 250 نقطه باور والمساله 1 5000 كيلو فولت امبير، مش احتجتهم؟ ما احتجتهمش الاثنين. طب ادهم لي ليه؟ لازم اي مكنه مصغره تديك الفولت والباور وهي سنج فيز ولا سنج فيز بس والفريكونسي دي الحاجات الاساسيه. فمش بالضروره استخدمها بس النقطه لو في واحد يلاقي رقم لازم ينشره في حته. لا مواصفات المكنه مش بالضروره انها تبقى شرط من تبقى. نرجع بقى لمثال 2800 كيلو فولت امبير ستارت ونكتب الترنيتور ديليفرنج سكول لود كارنت 2600 فولت باسبار. يبقى المكنه دي شغاله على باسبار 6600 فولت يبقى ده في لاين. المكنه دي ستار اقسمها على جهاز 3 تطلع لي في فيز 6600 كنت قسمناها قبل كده طلعت لي 3000 ولا 3000 11000 هو بتطلع 3810.
7 من 10 باور. يبقى المساله دي اداني حاجتين اهم في الكلام. قال لي الباور فاكتور 7 من 10 لاج، ان دي جنريتور في اللاج المكياني باور فاكتور 7 من 10. بصراحه الكالكوليتر بتاعي 46 درجه، بروح 46 درجه مكياني وعامل عليها الخط. اداني كمان ايه؟ اداني كمان التيار فين في اول المساله، قال لي ديليفر اتس فول لود كارت. الماكينه دي بتديني الفول لود كارت تحت. طب هو الفول لود كارت بكام؟ انا عندي الماكينه دي 2400 فولت 6600 2400 كيلو فولت امبير 6600 فولت. كيلو فولت امبير ده اللي هو اس بتساوي 3 في فيز اي فيز. يبقى طلع في فيز 2400 طلع. يبقى انت هنا المعلومتين اللي اداهولك التيار والفاي. ترسم خط الفاي تاخد عليه الطول، مش لازم ترسم دايره الفاي كلها. انت عرفت الاتجاه خد عليه الطول واخلص. عشان واحد يقول لي بس في الحل ما انتش لازم دايره في الارض، مش لازم. برضه الاي لازم كل مره ارسم دايره اذا كنت عرفت خط الباور. خلاص انا كده فوق الطول بتسعه بحيث يقطعوا خالص. ماشي؟ يبقى هنا دي اول حاجه. ده لسه المساله ما ابتدتش. ده بيحكي. بعد كده اتوصلت على مسبار وجنريتور بستخدم الارمشر ريزيستنس والرياكتنس 1.8 بس هو قريب ما اعرفش ليه 8 رياكتنس وريزيستنس 1 اللي هي 1 زائد جي 8 دايما الكبير الرياكتنس 1 زائد جي 8 لما جبت زد كنت بزود هنا اكسبلين وذ ايد اوف لود دايجرام ده اسمه لود دايجرام او الكتريكال لود دايجرام معنى واحد الكتريكال لود دايجرام او لود دايجرام اشرح وات ذا ستيشن فاليبل العامل في المحطه يعمل ايه to make the machine fulfill the following equation. يعني انت هو شغال عند نقطه معينه اديها لي في اول المساله وخلصت. بعد كده عايز ثلاث حاجات كل واحده مساله لوحدها. المساله الاولى بيقول لي اطلع 2200 كيلو وات على الباسبار من غير ما اغير الاكسيتيشن. يبقى انت الحاله الاولى هتحدد نقطه التشغيل تطلع منها الاكسيتيشن تثبتها. والباور بتاعك باور جديد. باور جديد بس كده الباور تاخد خط نقطه مقطع هي نقطه تشغيل. هنشوفها مع بعض دلوقتي يعني. المطلوب اللي بعده adjust the power factor to unit with the same active power as the A. active power اللي هي الباور قد ايه active power. يبقى عند نفس الباور بتاعك في الحاله ايه؟ عايز الباور فاكتور تبقى يونت. العامل يعمل ايه؟ هيغير الاكسيتيشن زي ما احنا قلنا يعني يغير السبيد يغير الباور يعني يغير الفيلد اكسيتيشن عشان يغير الاي. فهنا عايز الباور ذا سيم مش هيجي ناحيه الستيم بتاع التوربين لكن اللي هيغيره الاكسيتيشن لغايه لما يبقى يوصل اكسيتيشن جديد. انا هجيب له اكسيتيشن جديد نسبه الاكسيتيشن القديم واقول له يخفض الاكسيتيشن بنسبه 20% بنسبه 30% زي ما هنشوف. المطلوب الثالث اولا 2800 كيلو وات بنفس الاكسيتيشن بتاع المطلوب بي. يبقى الاكسيتيشن بتاع بي حسب بيتر مش حاجه بتاعت الاكسيتيشن اللي هو كان عند اليونت باور فاكتور. لكن عايز ازود الباور يبقى ازود الستيم بحيث الباور تزيد توصل 2800. في كل حاله من الحالات السابقه فاين الكرنت والباور فاكتور والانديوز دي ام اف في كل حاله. الحاله طبعا اللي بنجيب فيها الانديوز مش هنجيبه هو لكن في كل حاله عايز اطلع التيار والباور فاكتور التيار والباور فاكتور. ماشي؟ نبتدي نشوف الحل مع بعض. نمشي بقى. أول حاجة هحسب بيه فيز 2600 على بس 3810. الباور فاكتور وزايد ماينس 7 من 10 فاي تطلع 45.6 من 10 و 46 درجة. أنت بتقسم بالبني آدم طبعا مش هتعرف تقسم 6 من 10. بعد كده بحسب أي اللي هو قال لي شغال عند الفول لود. يبقى إس على 3 في فيز يطلع لي التيار. آخد سكيل، سكيل لمين؟ للفولت. فالفولت بتاعي كان 3810 فلما تاخد سكيل مش هينفع تاخد واحد 500 كويس يعني نختار واحد 500 كويس واحد 500 يبقى 3810 دي هتطلع 7 سنتي و 8 من 10 تقريبا 8 سنتي. حسبت الزد 1 زائد جي 8 مقداره زاوية عشان اخد الزاوية في اس وانت بترسم وتبتدي ترسم سيب اي يبقى حاسس ايه اول حاجه هقسمها ب 14 جنيه الارقام عندي
10 وال7 7 9 10 كويس. على استقامتها تاخد زاويه، طب علي هنا الزاويه كام؟ 82 9 10 درجه و 83 دي اللي هي فرق هتسمي هنا خط الوزن ده من هنا عمود كده. لا احنا ايه جنريت سوري من الاسم جنريت مش ننزل تحت مشتري اشتغل فيه جنريت وتقسمه تحت كده في تاخد الزاويه الزاويه اس
يديك الايه يديك الزد. شوف بقى حاجات المساله